ويؤلمنا ألا شديدا أن تجري في أرض زارتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم، تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. وليس من العسير على العزائم الصالحة أن تضافر جهودها مصطنعة في ذلك الحكمة وحسن الإدراك لحل هذا المشكل الأليم ولوضع حد لإراقة الدماء. إننا نعتز بنجاح منظمتنا في إنهاء الاستعمار في العديد من المناطق والأقاليم، ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية الإفريقية. شوف وما يخليه لينا كاع ما يعطينا حيت هو راه زرب البلاد، لا تحيد زرب الفيرما لا كتكون الخلا عين الشاف. انا نقول لكم اوكي راه بغيت واحد يكشف